14 يوما كانت كافية لصنع أول جهاز تنفس اصطناعي طبي في سوريا بأيادي وخبرات محلية، جهاز أمل، أمل بعث بقوة لإعادة الصناعة السورية إلى مكانتها بعد الحرب ولمواجهة فيروس كورونا المستجد عالميا ومحليا ضمن ظروف اقتصادية صعبة وعقوبات أمريكية جائرة تركت أثرها على القطاع الطبي. تحت العقوبات نحن تحت الحصار ظروف حرب صنعنا جهاز بالكامل من الصفر بالكامل. نحن الهدف كان من المشروع انه نحن نعطي هي الحاجه اللي هو جهاز تنفس بسبب فيروس كورونا صار عليه طلب كثير كبير، فنحن اخذنا امنا الحاجه له عن طريق اكثر من نظام تشغيل التنفس الصناعي. هذا الجهاز طبعا بيطابق تقريبا 90% 85% 90% من المواصفات البريطانيه. 8 مهندسين من غرفة صناعة حلب اجتمعوا معا لصنع جهاز التنفس. الميادين واكبت الأيام الأولى لصنع الجهاز قبل أن يبصر النور. أشكال وتجارب عديدة عمل المهندسون عليها ليكون جهازهم مطابقا لكل المواصفات القياسية العالمية. يتميز هذا الجهاز بأنه تم تصنيعه وفق المواصفات القياسية العالمية القريبة لهذا الأجهزة، وهو عبارة عن جهاز صنع ضمن تحدي كبير والذي هو توفر المكونات الأساسية في السوق السورية. حاليا بدعم نظامين تشغيل، نظام الضغط الثابت ونظام الحجم الثابت، بإمكاننا من خلاله نتحكم العديد من البارامترات الحيوية مثل عدد التنفسات، عدد دورات التنفس بالدقيقة، كمية الضغط الواجب توفره. أما ليس مشروع جهاز تنفس اصطناعي طبي فحسب، بل هو مشروع لتنفس رئة الصناعة السورية بعد حرب السنوات التسع، وبوابة لدخول سوريا إلى مجال الصناعات الطبية المعقدة على مستوى العالم.